وفي الرياضة، اقترب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من التأهل إلى كأس آسيا 2023 بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي له في التصفيات، وذلك على حساب ماليزيا بهدفين مقابل واحد. جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد بوكيت جليل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة. ورغم تأخر منتخبنا بهدف أمام ماليزيا في الدقيقة 55، إلا أن علي حرم عادل النتيجة سريعا للأحمر في الدقيقة 57، وحصل منتخبنا على ركلة جزاء بعد عرقلة علي مدن من قبل الحارس الماليزي، وسجل منها عبد الله يوسف هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 80. هذا وقيمت المباراة وسط ظروف جوية صعبة، خصوصا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على ماليزيا قبيل المباراة وأثرت كثيرا على أرضية الملعب وحركة الكرة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن لاعبي منتخبنا الوطني كانوا على الموعد وحققوا 3 نقاط مهمة للغاية. هذا ويخوض منتخبنا لقاءه المقبل والأخير في المجموعة أمام تركمانستان يوم 14 من يونيو الجاري. مبروك لمنتخب نقاط علامة كاملة لمنتخبنا البحريني في صدارة المجموعة الخامسة. هذه المجموعة اللي تضم البحرين، ماليزيا، تركمانستان، بنغلاديش. خلاص أمامنا تركمانستان ونتأهل مباشرة إلى النهائيات الآسيوية المقبلة 2023. ألف ألف تريليون مبروك.